من المعروف عن النساء كيدهن، ولكن الأمر لا يقتصر عليهن فقط، فالرجال أيضا يكيدون. ومن خلال هذه القصة سنتعرف على مثال حي على كيد الرجال. فقبل أن نبدأ، لا تنسوا دعمنا في هذه السلسلة التي ستكون طيلة شهر رمضان المبارك. هيا لنبدأ. يقول قاضي إني قد تزوجت بخفية عن زوجتي الأولى، ولكنها أحست بذلك دون دليل، وصرت كلما أثرت الموضوع أقنعتها بأن ما تتخيله وهم. ثم اتفقت أنا وزوجتي الأخيرة على خطة لإقناعها، ولتنفيذ الخطة ذهبت زوجتي الثانية إلى بيتي وقت صلاة الظهر، وقالت لزوجتي الأولى إني أريد أن أستشير الشيخ في أمر ما. فبالطبع رحبت بها الزوجة الأولى وقالت انتظريه فسوف يعود بعد الصلاة. فعلا عاد الشيخ من الصلاة وأخبرته أن امرأة في الصالون تنتظره، فدخل ومعه زوجته الأولى. سمع الشيخ لما لدى المرأة من أمر تلخص في أن لها زوجا تحبه ويحبها، ولكنها لاحظت في الأيام الأخيرة ما جعلها تشك أنه قد تزوج عليها وفاتحته فأنكر، وأقنعها أن هذه وساوس الشيطان الذي لم يرضى الانسجام التام بيننا. كلما أثرت الموضوع معها لأني لا أصبر، أقنعني بأن ما أتوهمه بعيد عن الحقيقة. فقال الشيخ بعدما انتهت الزوجة الثانية من حديثها اسمعي يا بنتي، زوجك صادق، هذه وسوسة من وساوس الشيطان يقدمها أمامك إذا أراد أن يفسد بين المرء وزوجه، فاستعيدي منه وأبعدي الشكوك من رأسك. ثم قال لماذا نذهب بعيدا، هذه زوجتي قد عشش إبليس في رأسها وأوهمها بأني متزوج، وكلما قدمت لها الأدلة اقتنعت، ولكنه لا يتركها ويعود إلى وسوستها، ثم تعود إلى نفس الموضوع. وأنا أمامك الآن أقول إن كانت لي زوجة خارج هذه الغرفة فهي طالق. فقفزت زوجته الأولى وقبلت ركبتيه وقالت ما بعد هذا شيء، سوف أطحر إبليس ولن أعود للشك مرة أخرى. وفي النهاية أصدقائي، أتمنى أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم، وأيضا لا تنسوا إعطاءنا آراءكم في التعليقات، وغدا إن شاء الله قصة جديدة. إلى اللقاء.